السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم محمود خضر. بما إننا مهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي، ناس كتيرة جدا كانت بتسألني عن كورسات في الذكاء الاصطناعي، إزاي إن هي تتعلم وتستفيد وتتعلم أكتر عن الذكاء الاصطناعي. أنا النهاردة جايب لك كورس جميل جدا، لو قدرت إن أنت تتعلمه هيفرق معاك جدا في إن أنت تعرف كتير عن الذكاء الاصطناعي، وهيفرق معاك إن أنت ممكن كمان تاخد فيه شهادة معتمدة، وتقدر من خلالها تكون معتمد إنك دارس في الذكاء الاصطناعي. يلا بينا. دلوقتي احنا على موقع كورسيرا، وده موقع خاص بتقديم كورسات، ومن ضمن الكورسات دي في موقع دلوقتي انا على موقع كورسيرا، وده موقع خاص بتقديم كورسات احترافيه. الكورس اللي قدامنا ده اسمه كورس الذكاء الاصطناعي للجميع، بيقدمه واحد من افضل المعلمين في موقع كورسيرا، بل من افضل المعلمين في العالم كله، وده اصلا متخصص في الذكاء الاصطناعي، ويعتبر من المؤسسين او المشاركين في علم الذكاء الاصطناعي، اندرو نيل. كورس بسيط جدا، تقدر ان انت بكل بساطه تسجل فيه. كورس بيبدا في 1 يوليو، يعني كورس مسجل دلوقتي تقدر تستخدمه. لو جينا هنا مثلا، طبعا هسيب لك رابط الكورس في وصف الفيديو، لو جيت هنا بكل بساطه دخلت على سجل مجانا، هيفتح معاك هنا هيقول لك انت عايز تشتري الدوره، يعني عايز شهاده في الاخر. لو هتشتري شهاده او عايز شهاده، فانت هتدفع $49، او ان انت ممكن تاخد الدوره التدريبيه كامله بس بدون شهاده، وده هتكون مجانيه. لو عملنا دي هنعمل متابعه، بكل بساطه هيحولنا على الدوره. هنبدا هنا بدء التعلم. هنا فتح لنا تفاصيل الكورس، جايب لك هنا الذكاء الاصطناعي، مواد الدوره التدريبيه الاسبوع الاول الثاني الثالث الاسبوع الرابع، وانا جايب لك المحتوى اللي هيشرحه لك. هتلاحظ هنا جايب لك اول حاجه المقدمه الاسبوع الاول، وجايب لك حاجه اسمها التعلم الالي، وكل حاجه طبعا لها مده معينه ومصطلحات في الذكاء الاصطناعي. بعض التفاصيل دي كلها او كل التفاصيل دي بتسمعها واحده واحده، عباره عن فيديو، وفي الاخر بيعمل لك اختبار، وبناء عليه بتحصل على درجه. لو نجحت في الاختبار بتقدر بكل بساطه ان انت تاخد. فلنفترض مثلا هنجي هنا على بدء الاستخدام عشان نبدا نشوف هيفتح معاك هنا بالشكل ده. هنا جايب لك فيديو هنا بالشكل ده، لو ضغطت عليه هيشتغل معاك عادي جدا، حتى كمان تقدر ان انت تنزله عندك على الجهاز. AI for everyone. AI is changing the way we work and live. And this not... طبعا هنا هتلاحظ في حاجه اسمها الترجمات، لو ضغطت عليها هتلاحظ جايب لك ترجمات كتيره جدا. من ضمن الترجمه دي هو جايب لك لغات كتير، من ضمن الترجمه دي هتلاقي اللغه العربيه، فانت لو ضغطت على اللغه العربيه هيبدا ان هو يترجم لك كل الكلام بتاعك. اذا فالامر هيبقى بالنسبه لك سهل جدا. اسمع الفيديو، ولو عندك اي ملاحظه بتسجلها هنا بحيث ما تنساش. طبعا تقدر تشوف اي تفاصيل هنا، برضو هتلاحظ ان هو مكتب لك كل الكلام هنا باللغه العربيه بالشكل ده لو انت حابب ان انت تقراه. وبعد كده لو انت مثلا خلصت كورس او خلصت فيديو، بتقدر بكل بساطه تنتقل للفيديو اللي بعد كده لحد ما بتخلص كل الفيديوهات، وفي الاخر بكل بساطه بتعمل اختبار وبناء عليه. طبعا هنا ده الاسبوع الاول اهو، فانت لو هتيجي تعمل اختبار هتعمل الاسبوع الاول، بناء عليه لو قدرت ان انت تجتاز كل الفيديوهات وكل الاختبارات تقدر انت تحصل على شهاده، لكن لو هتاخد شهاده يبقى تدفع فلوس. طبعا هنا انت تقدر تذاكر الفيديو الكورس كله في يوم واحد، لكن انت ممكن واحده واحده تقسمه برضو زي ما انت عايز. هو مثلا هنا مقسمه لك بمعدل، مثلا فيديو 7 دقائق بيوصل لحد مثلا 8 دقائق او 10 دقائق، مش مشكله. لكن ممكن مثلا لو انت هتقسم نفسك كل يوم تذاكر الفيديوهين بحيث تذاكره كويس عشان الاختبار، او تاخده كله مره واحده، فده هيرجع لك انت. الكورس ده كورس جميل جدا للناس اللي كانت بتسالني على كورسات ذكاء اصطناعي، كورس حلو تقدر ان انت تذاكره وتستفيد منه، او لو انت حابب تاخد شهاده فبكل بساطه هديك شهاده معتمده. دي كانت حلقه بسيطه، حبيت اشارك معاك الكورس ده. ان شاء الله استنونا في حلقات جديده وفيديوهات جديده خاصه بالذكاء الاصطناعي. دي كانت حلقه النهارده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل فيديوهاتنا في النهايه. السلام عليكم.